ستاند باي اي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعي ومشتركي قناة أجيال أندلس، يلا بينا نشوف معانا النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعي ومشتركي قناة أجيال أندلس. النهاردة معانا امتحان الجيزة للصف الأول الإعدادي. الامتحان الجيزة سهل جدا وسهل اللي أنت تقدر تحله، فجاي خريطة اللي هي عبارة عن خريطة العالم، وبيقول لك أمامك خريطة صماء للعالم، اكتب ما تدل عليه الأرقام التالية. جايب لك ست بيانات على الخريطة. أول حاجة قارة، لما يجي في المكان ده قارة كبيرة جدا اسمها قارة آسيا. اتنين، المحيط اللي في وسط القارات اسمه المحيط الأطلنطي. أما تلاتة، البحر. دايما البحر بيجي على جهة اليمين كده، في أفريقيا ده البحر الأحمر، لكن لو فوق شوية يبقى اسمه البحر المتوسط. أربعة، مدار السرطان، عشان بس نركز، لان احنا عندنا في عندنا رقم أربعة، وفي عندنا خط اللي هو في النص ده خط الاستواء، وتحت خالص اللي هو مدار الجدي. يبقى أربعة مدار السرطان، خمسة خط جرينتش واكبر خط طول، وستة قارة استراليا. نبتدي اول حاجة، اكتب ما تشير اليه كل عبارة من العبارات الاتية: تجمعات كبيرة من النجوم مختلفة الاحجام والاشكال والانواع. ديت عبارة عن ايه؟ تجمعات كبيرة من النجوم مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع. النجوم؟ لا طبعا، اسمها المجرات. المجرات هي تجمعات كبيرة من النجوم مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع. دي عبارة عن مجموعات، لكن النجوم ديت حد يعرف تعريف النجوم؟ هي عبارة عن هي أجسام كبيرة متوحدة تشعر ضوء وحرارة وتتكون من مواد غازية وتختلف ألوانها وحسب ايه؟ درجة حرارة. فالأقل والأكثر أزرق. طيب، مساحة من الماء المالح أصغر من المحيط. البحار. فتحة في قشرة الأرض تندفع منها وقت الثوران مواد منثار وأبخرة وغازات ورماد. البراكين، اللي هي البراكين في وجهة البركان أو منطقة ضعيفة في القشرة الأرضية. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. ودايما نقول إن احنا نكتب الكلمات ما نعملش علامات. أكبر الكواكب حجما عطارد. الإجابة خطأ، لأن أكبر الكواكب هو المشترى. القطر الاستوائي أصغر من القطر القطبي. القطر الاستوائي أصغر من القطر القطبي. طبعا الإجابة خطأ، لأن القطر الاستوائي أكبر من القطر القطبي. عشان كده الارض منبعجه عند خط الاستواء ومفلطحه عند القطبين، وبالتالي قطر الاستواء اكبر من قطر القطب. البحر الاحمر من البحار المغلقه. الاجابه خطا، لان البحر الاحمر من البحار الداخليه وليست المغلقه، او البحار اللي تصل به المحيط بفتحات ضيقه. البحر المغلق هو قزوين. لا يتساوى توزيع اليابس والماء على سطح الارض. الاجابه صحيحة، لأن توزيع اليابس والماء بيختلف في الشمال عن الجنوب، في الشرق عن الغرب. قارن بين الدورة اليومية والدورة السنوية لكوكب الأرض من حيث ما يلي: المفهوم والنتائج. الدورة اليومية هي عبارة عن دوران الأرض حول محورة أمام الشمس كل 24 ساعة. طيب، وتؤدي إلى تعاقب الليل والنهار. أما الدورة السنوية دوران الأرض الشمس كل عام، يعني 365 يوم وربع اليوم. تمام، وبالتالي تؤدي الى حدوث فصول سنة ايه؟ الاربع. يبقى هنا ده المفهوم وده المفهوم، ودي النتائج ودي النتائج. هنا الدورة اللي ما تؤدي الى تعاقب الليل والنهار واختلاف سقوط اشعة الشمس، وبالتالي اختلاف الحياة كلها. اما دوران الارض حول الشمس تؤدي الى اختلاف الدوران كله في نفس الوقت، يؤدي الى طبعا الارض بتلف حوالي نفسها وام الشمس من الغرب الى الشرق، وبالتالي تؤدي الى اختلاف الفصول الاربعة، وفي نفس الوقت تنوع المناخ وتنوع الاقاليم كلها. يسمى كوكب الزهرة بنقط توأم الارض. تتعامل الشمس في فصل الصيف الشمالي على مدار السرطان. اصغر قارات العالم هي استراليا. تقع هضبة الصحراء الكبرى في قارة افريقيا. بما تفسر يسمى كوكب المريخ بالكوكب الاحمر؟ اكثر سؤال يتكرر في الامتحانات. لانه يترتب على عليه اكاسيد الحديد الحمراء. ايوه، لان تربته غنيه باكاسيد ايه؟ يبقى لان تربته غنيه باكاسيد الحديد الحمراء. اهميه تضاريس سطح الارض. تنوع التضاريس تؤدي الى تنوع المناخ والنباتات والحيوانات. تؤدي الى تنوع النباتات والحيوانات، تنوع المناخ، لان تضاريس
متنوعه، وبالتالي التدريس تؤدي لتلوعه كل حاجه عندنا اهو. تنوع التدريس تؤدي لتلوع المناخ والنبات والحيوان، وتؤثر على النشاط البشري، وفي نفس الوقت السهول اكتر مكان لملائمه النشاط البشري عكس الجبال. ترتفع برضه الكثافه السكانيه في السهول الفيضيه والسهول الساحليه لانها غنيه بالموارد الاقتصاديه. نيجي بقى للجزء اللي بعد كده، ده بالنسبه للجغرافيا. اما التاريخ، عندنا التاريخ، صوب ما تحته خط صنع المصري القديم ملابسه من القطن، هتبقى الكتان. انشا الملك زوسر سد اللاهون، هيبقى ابن محات الثالث، لكن زوسر ده عمل الهرم المدرج، والمصري القديم صنع ملابسه من الكتان. وانتشرت عباده الله رع في الدوله الحديثه، هتبقى اله امون. ما المقصود بكلا مما يلي؟ عصر بناة الاهرام، هو العصر الذي امتد من اقليم الجيزه شمالا الى اقليم الفيوم جنوبا. الى الفيوم جنوبا. الحضاره هي كل ما انتجه الانسان سواء كان ماديا او معنويا وفي نفس الوقت ده الحضاره، ده اي حاجه انت بتعملها بتفيد الناس كلها، ده حضاره. المقايضه هي مبادله السلعه بسلعه اخرى. طبعا ما كانش في اياميها فلوس. لمن تنسب الاعمال التاليه؟ بنى الهرم المدرج الملك زوسر، بنى قلعتي سمنه وقمنه الملك سنوسرت الثالث، صاحب اقدم امبراطوريه في التاريخ الملك تحتمس الثالث، اقام مسلتين شاهقتين في معبد الكرنك الملكه حتشبسوت. ما النتائج المترتبه على اعتقاد المصري القديم في البعث والخلود؟ بنات الاهرام وتحنيط جثث موتاه. ايوه، بنات الاهرام وتحنيط جثث ايه؟ موتاه. وتزويدهم بايه؟ بالشعاب والاساس الذي كان اسلام ميت في حياته، وحفر عليها النقوش الجميله على السرور وكان عنه وحشه المقام. طيب، النتائج المترتبه على ازدياد اعباء الحكم على الفرعون ادى الى توليه الوزير في شؤون البلاد. اختار وزير ليعاون في شؤون البلاد، كان دايما بيختار وزير وبعد كده اختار وزيرين. اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. بدا المصري القديم مسكنه من الطوب اللبن. وحد الملك مينا مصر عام 3200 قبل الميلاد وبنى مدينه منف. خلف اخناتون في حكم البلاد هو توت عنخ امون. اقدم الصناعات في مصر القديمه الصناعات الحجرية. ماذا يحدث إذا لم يعرف المصري القديم صناعة المعادن؟ طبعا عدم لم يصنع أدواته منين؟ من المعادن. ولم يظهر العصر النحاس، وظل يستخدم الأدوات الحجرية القديمة. ماذا يعني إذا استمر الهكسوس في حكم البلاد؟ الدولة الحديثة ولم وظلت مصر تحت حكم الهكسوس وانتشار الفوضى في البلاد. طبعا ده امتحان سهل وبسيط جدا، اسمه امتحان محافظة الجيزة. كل امتحانات هتيجي كده، متابعنا اول باول على قناتكم قناة اجيال اندلس، وعلى موقعكم الرسمي، وعلى تطبيقنا ان شاء الله على جوجل بلاي اللي هو اجيال اندلس، هتلاقي كل انت عاوزه في الثلاثة دول. شاركنا في الحل في اي حاجة انت هتحتاجها، وان شاء الله مع اجيال اندلس اشترك وفعل الجرس حتى تصلك كل جديد ان شاء الله. في امان الله.